تعديلات عديدة وصفت بالصارمة والمتشددة ضد المهاجرين، وضعها مجلس الشيوخ الفرنسي من أجل الموافقة على مشروع قانون الهجرة واللجوء الجديد المطروح من قبل الحكومة، وخاصة فيما يتعلق بالحصول على الإقامة والجنسية الفرنسية واللجوء ولم الشمل. فهل من الممكن أن توافق الجمعية الوطنية الفرنسية على هذا المشروع؟ وفي حال الموافقة، كيف سيؤثر ذلك على اللاجئين السوريين هنا في فرنسا؟ Cette nouvelle loi immigration et asile marque un virage à droite. يمثل قانون الهجرة واللجوء الجديد انعطافا نحو اليمين بمقدار 180 درجة. لغاية اليوم هو مجرد مشروع وسيتم دراسته في البرلمان في 11 من ديسمبر. لكن هناك بالفعل أمور تقلقنا كمنظمة لحقوق الإنسان، أولها إزالة حاجز الطرد. ثانيا، في نهاية هذا العام سيتم استبدال المساعدات الطبية المقدمة من قبل الحكومة بشيء فاضح تماما، وهو المساعدات الطبية الطارئة. من جهة أخرى لدينا تجديد على لم شمل الأسرة، وستكون هناك شروط إضافية على الدخل ومستوى اللغة، وأيضا تسوية على أساس كل حالة على حدة. من خلال هذا القانون الجديد يمكن أيضا سحب كرت الإقامة لشخص لديه فكر جهادي، إلا أن هذه الأيديولوجية الجهادية هو شيء شخصي. أمل أن يكون لدى البرلمان الفرنسي الدافع اللازم لإزالة بعض القوانين التي تبدو مثيرة للقلق بشكل كبير على الحريات الفردية واحترام الكرامة الإنسانية. من المهم أنه نعرف بأن الحكومة التنفيذية تريد أن يكون التصويت بإجراء مسرع، يعني أن تختصر مدة دراسة ومناقشة بنود القانون الجديد المطروح للتصويت بين لجان البرلمان، وهو أمر سيء جدا لأنه لم يعد هناك حد أدنى لمدة دراسة ومناقشة بنوده من قبل البرلمان. هذا القانون من المهم أنه نعرف أنه انشئ تحت ضغط اليمين لموضوع الهجرة بفرنسا، وأنه تقريبا من نهاية القرن الماضي للآن عم يصدر كل سنتين قانون جديد للهجرة. مع كل التجديد بالإجراءات بما يتعلق تصريح الإقامة والجنسية والحقوق الاجتماعية ولم الشمل ورفع مدد الاحتجاز وسهولة الترحيل للمهاجرين واللاجئين وطالبين اللجوء من كل الجنسيات بما فيهم السوريين، ولكن برأيي أنه هذا القانون سيخلق فراغ قانوني تتحكم فيه هيئات الدولة المؤهلة لتسيير المعاملات، ويعطي صلاحيات أكبر للموظفين بالتأخير والإطالة لإعطاء الحقوق للمهاجرين.